بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. مهم قوي إن احنا نتعلم نربط اللي بيحصل لنا في الواقع باللي عمال يحصل جوه نفوسنا، أو اللي ناقص مننا في الواقع ممكن يكون عشان ناقص جوه نفوسنا. من هنا ضرورة ثورة على النفس. النفس الأمارة بالسوء لازم، لو هنعمل قياس على الأحداث بإذن الله سبحانه وتعالى، النفس الأمارة بالسوء تتنحى عن قيادة الإنسان، فالإنسان تبقى نفسه مطمئنة. النفوس المطمئنة هي دي اللي ربنا بيناديها وبيقول لها ارجعيلي، هي دي اللي عايزين نبتدي ندوقها ونتعرف عليها أكتر بتزكية النفس في رمضان. دلوقتي إمعادكم مع ثورة على النفس مع معز مسعود على نجوم اف ام. مرض متعب قوي للنفس ومضر جدا للإنسان في الدنيا قبل الآخرة، وهو حرام بإجماع كل العلماء. اسمه سخط القدر. أنا بقى ساخط، أنا ليل نهار مش راضي بحياتي، ومش بس كده ماشي عمال أقول ليه أنا، بل وممكن الجرأة تزيد أقول ليه يا رب، ليه ربنا عمل فيها كده، استغفر الله. ليه مشكلة كبيرة جدا بتقعد عند الإنسان، مشاكل كبيرة جدا، إن هو مبقاش راضي على اللي هو فيه، وعدم الرضا ده بيولد حاجات تانية كتير حواليه. وتعريفه عند علماء التزكية إنه الإنسان يعيش بغل في قلبه لما يلاقيه من ابتلاء. ابتلاءات بتحصل في الدنيا، ولنبلونكم، ده تأكيد هيحصل، هنبلوكم بشيء من الخوف. كان حاجة معينة تقلقك، تبقى قلقان على نفسك على أولادك، ده جزء من الدنيا. يعني ده مش أعوذ بالله خطأ حصل، مش خارج الاتفاق إنجاز اللفظ، الأمانة اللي احنا حاملينها دي كبني أدمين أبدا، ده جزء من الحياة الدنيا، مخلوقين عشان نمتحن، وجزء الامتحان حاجة تحصل تبقى مخالفة للنفس. ها هترضى بيا كرب ولا انت معايا بس لو الأمور ماشية كويس؟ وهنا الآية بتاعت سورة الحج، ومن الناس من يعبد الله على حرف، البلدي كده على الحركرك، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. ضعف شديد وعدم يقين بالدين وبالله وعدم رضا باللي جاي. يعني لو لحظة توقف وفكرنا بس ان اللي حصل ده اكيد ليه توابع افضل، وقلنا لعله خير، كل حاجة بتحصل اللي احنا شايفينها دلوقتي ممكن تكون شديدة قوي، وكرب ممكن يكون عظيم جدا، ما هنزعل، مش هقدر اقول لا، هنزعل وهنتعب وهنحزن، ولكن ما نوصلش لمرحلة ان احنا نسخط. في ناس الابتلاء بتاعها كبير وتقيل، بل في ناس الابتلاء بتاعها واصل مرحلة انه اخرين بيظلموهم، فهو طبعا قدر الله وأذن به ولن يحصل شيء ولن تضرك الامة كلها الا باذن الله، لكن ده مش معناه انك مش مظلوم، ان البلاء بتاعك فيه ظلم ولازم الظالم ده يتعاقب طبعا. لكن خلينا نجيبها من زاوية اخرى، انه ليخفف ألم البلاء عنك علمك ان الله هو المبلي لك. اللي بيبتليك ده مين؟ ربنا سبحانه وتعالى، مش دول. فربنا بيقول ايه؟ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، واضح، ونقص من الاموال والانفس. ايه مات لي حد؟ صعبه بس موجوده في الاتفاق، موجوده من الاول، واضحه في ان صح اللفظ الكتالوج الالهي اللي ربنا نزله، موجود متقال عليه. وفي صغري وانا صغير كنت جاهل، يعني لما والدتي توفت وجت فتره سنه كانت مريضه وانا صغير جدا، فقالوا لي ادعي وهي ان شاء الله هتخف، انا حتى ادعي وبعدين توفت، فاهم؟ فانا يعني حسيت الاحساس ده، بس لما كبرت عرفت ان انا كنت مش فاهم حاجه. سخط القدر بياكل الحسنات، عدم رضا، فهو مصيبه. من اكتر ما يعمي القلب سخط القدر، اعوذ بالله منه. ليه؟ انا ما استاهلش، انا. وهنا ناتي للايه في سوره البقره برضه، اللي هي وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. طب ما هو البلاء ده شيء نكرهه، النفس بطبعها مش طايقاه يعني، بس هو خير لكم، ده هيظبط لك حاجات كتيره، هيوزنك، ممكن تكون في طريق غلط فده يقربك.
مش كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا انه امر المؤمن عجيب، كل امره له خير، لو جاله حاجه بيحبها شكر عليها فكانت خير علشان، لو جات له حاجه يعني ايه نفس تتعب منها شويه او تراها صعبه وصبر عليها بقى خير له برضه. كان الشاعر قال ايه، يا نفس ان لم تغفري لا تجزعي. يا نفس لو ما قلتيش اللي انت عايزاه اوعي تجزعي، لو عكس الصبر اللي هو بقى هنا سخط القدر، ازاي انا ما استاهلش، انا ما تعمليش كده يا نفس، يا نفس ان لم تظفري لا تجزعي والى موائد جود مولاك هرعي. اجري ففروا الى الله، ربنا ما عملش كده غير علشان عايز يقربنا جدا منه، ما هو اللي ابتلاك ده المانع ده هو المعطي برضه، ما تروح له مش يمكن بس بيجيبك له. الصبر ده درجه، لكن الصبر الجميل درجة تانية للتعامل مع البلاء. ورد انه اهل البلاء يوم القيامة مصبروا على البلاء، بما انهم صبروا ما فضلش على ظهرهم خطيئة، فبقى مقامهم عالي او يوم القيامة اصطفوا ربنا اكتباهم اصطفاهم قربهم منه سبحانه وتعالى، لدرجة انه بقية الناس بقوا بينظروا لهم انه ياريت احنا نكون كنا عشنا حياة البلاء دي. الله، ده معناها انه مش عارفين حتى نصبر عليه لما يجي، ليه يا مش متصورين اخرته عامله ازاي. علاج سخط القدر هو مبدئيا كده حسن الظن، انا بحسن الظن على طول، احنا مش بتوع نفسنا احنا بتوع ربنا. الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون، دي بتحل المشكله لما اتذكر بجد ان انا مملوك، ربنا يفعل فيا بقى ما يشاء، انا بتاعه هو اعلم هو ارحم وكمان راجعين له، فكل مصيبة تهون. عشان كده كان سيدنا ابن عباس يقول ايه رضي الله عنه، يقول لك لو جالك ابتلاء افتكر ثلاث حاجات على طول، او مصيبة انت حاسس انها صعبة ممكن نفسك تبتدي بقى توسوس، اول حاجة نفتكرها لو جه بلاء صعب انه كان ممكن تبقى اوحش. كلمة مشهورة عندنا في التراث ايه، الحمد لله انها جت على قد كده، فدي اول حاجة نفتكرها، الحمد لله انها جت على قد كده. تاني حاجة أفتكرها إنها إن شاء الله تكون كده، يعني إنها مصيبة في أمور الدنيا مش في أمر الدين. وهنا الدعاء، يا رب لا تجعل مصيبتنا في ديننا. كل رايح منه له، يعني الدنيا تافهة في الحقيقة وصغيرة، وهي كبيرة في راسنا كده عشان إحنا بنخليها كبيرة. الدنيا تافهة فعلا ضئيلة يعني، بس ومن الناحية دي بس لأي خسارة مهما كانت جسيمة ممكن تبلع، يعني زي مثلا في العربية كده في خط كده يقول لك في الرفرف، يعني ما حتى السواقين ساعات سمعوا بعض يقول لك بوسة، معلش بيخفف عليه البلاء. يعني موضوع الدنيا ده يقول لك كده ابن عباس، يعني ما مشيها جت في الرفرف ما جاتش في الدين ما جاتش في الشاسيه بلغة بقى العربيات. النقطة الثالثة إنها جت في الدنيا مش في الآخرة، يعني في الدنيا للمؤمن دي شيء فيها كرامة بتقربك من ربنا بتنظفنا بتشيل ذنوبنا، في الآخرة عقاب. إيه رد فعل سيد الناس سيد الخلق صلى الله عليه وسلم للبلاء اللي بيلقي؟ مثلا موقف سيد طائف، اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين إلى من تكيلني؟ إلى بعيد يتجهمني، أدي الطائف، أو إلى عدو ملكته أمري، أدي كفار قريش كانوا صعبين الدنيا جدا. بص بقى الحتة دي، إن لم تكن ساخطا علي فلا أبالي. دي بقى خلاصة إخراج مرض سخط القدر ده من قلوبنا. شوف معكوسة إزاي، إحنا بنتكلم على سخط القدر، هو في أعز البلاء بيقول لو انت مش ساخط، ده هو المفروض اللي يشتكي بقى بالمنطق بتاعنا لا 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 لا، ان لم تكن ساخطا علي فلا ابالي، انا راضي وصابر وكله زي الفل، يا رب بس ده ما يكونش اثر على علاقتي بيك، ما كنش انا عملت حاجه غلط فكون ضايق. الحكايه دي شتان ما بين لو انا بمر ببلاء فعمال اشتكي للناس واعمل، وما بين انا عمال اسال يا ترى وانا عملت حاجه غلط، لان هو بالذات ما عملش، لكن بيعلمنا هو فعلا هو انا عملت حاجه غلط خليتك تسخط عليا فبمر بده، يا رب لا، ان لم تكن ساخطا عليا فلا ابالي. بص حسن الظن بسرعه واضح ازاي، غير ان عافيتك اوسع لي، هتعافيني
حسن ظن ربنا، اسال الله العافيه. اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات، اعوذ بنور وجهك الكريم الذي اشرقت له الظلمات وصلح عليه امر الدنيا والاخره، ان تحل بي غضبك او تنزل علي سخطك. انا في عز البلاء مش بفكر في غير انت ساخط علي ولا اما انا اسخط، سخط القدر. اعوذ بالله، قلوبنا ما تعرفش الكلام ده. اعوذ بالله، قلوب طهره حتى لو غلطت تابت وفاقت وطلعت على طول. او تنزل علي سخطك. وبص لحد، ولك العتبى حتى ترضى. عاتبني يا رب، برضو بيتعامل ان هو مقصر. عاتبني، قولي ان انا غلطت لحد ما تبقى راضي. ولا حول ولا قوة إلا بك. استنونا الحلقة الجاية مع ثورة على النفس مع معز مسعود على نجوم FM.